مشاهدي الكرام، اهلا بكم. موجز الانباء من اون لايف. يشهد بعد قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعه جديده من طلاب كليه الشرطه بمقر الاكاديميه، ويقدم الخريجون عروضا عسكريه وقتاليه تظهر ما تعلموه داخل الاكاديميه على مدار السنوات الاربعه، وكذلك القدره الفائقه في التعامل مع الجريمه بشتى صورها. نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم قوله في ساعة متأخرة الليلة إن إسرائيل وحماس اتفقتا على إعادة التهدئة في قطاع غزة بجهود مصرية وأممية. وقال برهوم إنه تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية. ارتفعت حصيلة ضحايا احتجاجات أمس في العراق إلى قتيلين وعشرات المصابين بحسب وزارة الصحة. وقال المتحدث باسم الصحة العراقية سيف بدر إن القاتلين أحدهما في محافظة الديوانية والآخر في النجف، كما أوضح أن أغلب الجرحى من عناصر القوات الأمنية. أفادت وكالة سانا السورية أن نحو 55 حافلة توجهت من القنيطرة إلى شمال سوريا وعلى متنها المئات من المسلحين مع عائلاتهم تنفيذا لاتفاق إخلاء قرى وبلدات ريف القنيطرة من المسلحين. وسيتم استكمال تنفيذ بنود الاتفاق وإخراج من تبقى من المسلحين لغرض البدء بإجراءات تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء. ناشدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين جميع الأطراف في سوريا بتوفير ممر آمن لنحو 140 ألف مدني محاصرين جنوب غرب البلاد حتى يتسنى لهم الحصول على المساعدات والمأوى. وضعت إيطاليا شروطا لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط من قبل سفن العملية البحرية الأوروبية صوفيا، مؤكدة ضرورة تقاسم هذا العبء مع دول الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي قال في رسالة بعثها لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إن بلاده ترفض أن تكون بلد الإنزال الوحيدة للمهاجرين الذين تنقذهم وحدتها البحرية. تفاصيل أخرى على رأس الساعة، إلى اللقاء.